بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ وكيف المعنويات؟ ان شاء الله عالية. وكيف المحاضرات السابقة؟ وكيف المد كان معاكم؟ يا رب يكون لذيذ وزي العسل. حلو الواحد يكون ماخذ تجربته بنفسه وعدى المد بكل اناقة وبكل لذاذة. نيجي هسه ان شاء الله على محاضرة النيرف سيستم، راح نيجي نشرحها ويا رب يكون الشرح هيك متكتك زي ويكون بعمق وبنفس الوقت يكون بسيط. قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين ناخد كوتس اللي هو الاقتباس. في مقولة كتير حلو الواحد يكون عارفها وهيك يتحفزه قبل ما يبدأ بالشرح وقبل ما يخوض في العناوين تبعت النيرف سيستم. شو هي العبارة؟ العبارة كالتالي: يوجد دائما وقت لكل شيء، فابدأ من حيث أنت واستخدم ما لديك من قوة وافعل ما تريد. فهذا الكورس كتير حلو بصراحة إنه الواحد يبدأ في رحلة ما بعد المد. رحلة الطب طويلة مش صعبة، بالعكس يعني هي المجهود فيها كطول وليس مجهود إنه كصعوبة. فيا رب الله يعطينا الصبر ونكمل الرحلة للآخر ونكون هيك لذيذين وكيوتين يا رب. زي ما احنا بنعرف احمد صالح 6 year medical student والايميل ورقم التليفون. اوكي، نيجي هسه على المصطلح. شو يعني النيورولوجي؟ كلمة النيورولوجي مكونة من مصطلحين، في عنا two medical root اللي هو نيورو وعنا لوجي وما بينهم combining vowels اللي هو حرف الاو. نيورو معناها عصب ولوجي يعني study of، فهو عبارة عن الفرع من الميديسن يختص في دراسة الاناتومي، الفسيولوجي، الباثولوجي، دياغنوسيس، الميديكال تريتمنت اند سيرجيكال بروسيجر. لمين؟ للنيرفس سيستم. تمام. الجهاز العصبي مكون زي اي جهاز في الجسم، مكون من اعضاء اساسية. الاعضاء الاساسية هم عبارة عن الدماغ، الحبل الشوكي، والأعصاب الطرفية. الدماغ، الحبل الشوكي، الأعصاب. طيب هتحكي لي إنه الدماغ والحبل الشوكي مكونين من أعصاب، هحكي لك آه صح، بس النيرفز اللي هون هنحكي عنها الأعصاب شو؟ الطرفية. فصفت عندي إنه تقسيمة الدماغ لو بدنا نكون تقسيمة أدق هنحكي مقسم إلى جهاز عصبي مركزي اللي هو الدماغ والحبل الشوكي، وجهاز عصبي طرفي اللي هو الأعصاب اللي هو النيرفز. تمام، هذا اللي احنا حكيناه. النيرفس سيستم divided into شو؟ central nervous system و peripheral nervous system. central nervous system مكون من شو؟ مكون من the brain and the spinal cord. ال peripheral nervous system مكون من النيرفز. طيب شو هم النيرفز؟ إما يكون أعصاب طرفية خارجة من الدماغ هنسميها cranial nerves، أو طالعة من الحبل الشوكي هنسميها spinal nerves. تمام، هذا الملخص بصراحة أهم سلايد ولازم ما تنسوه بكل حياتكم الطبية. النيرفس سيستم بشكل عام مقسم إلى two systems: central nervous system اللي هو الدماغ والحبل الشوكي، peripheral nervous system اللي هو cranial nerves و spinal nerves. البريفرال nervous system مقسم إلى شغلتين، هل بقدر اتحكم فيه؟ فبنسميه سوماتيك، زي الاعصاب اللي بتروح تغذي العضلات الهيكليه، اللي بتمشيني، اللي بتخليني اعرف اكل، بتخليني اعرف احكي والشغلات زي هيك. او انه عضلات ما او اعصاب بتروح لاعضاء ما بقدر اتحكم فيها، بنسميه اوتونوميك نيرفس سيستم. زي شو؟ لما اركض عضله قلبي بتصير تنبض اكثر. طيب شو العصب اللي غذى عضله القلب؟ هل انا اتحكمت فيه؟ هل انا قلت أعطيت إشارة من مخي وفكرت إنه لازم عضلة القلب هسه تزيد نبض؟ الجواب لا، فهذا بيكون تلقائي فبنسميه أوتونوميك. الأوتونوميك نيرفس سيستم بنقسم لجزئين. والله لو كان عندي في حالة الخوف مثلا الفايت أند فلايت بنسميه سيمباثيتك ديفيجن بيشتغل. مثلا لما ألعب رياضة بيشتغل السيمباثيتك فبيزيد نبض القلب. ولكن لما أكون مرتاح بنسميه ريست أند دايجست، بيكون الباراسيمباثيتك شغال، بيكون نبض قلبي قليل، بيكون الأمعاء بتشتغل وبتهضم الأكل. بينما لما أكون أنا خايف وبلحقني كلب مثلا، بهاي الحالة
ما راح افكر انه والله في عندي اكل بده ينهضم، فبيكون عندنا الدايجستشن سيستم بيكون سلو او ان اكتف الدايجستيف تراكت. تمام، هذا اللي احنا حكيناه. سموه السنترال نيرفس سيستم ليش؟ لانه جاي في النص، فمكون من الدماغ، مكون من الحبل، من الحبل الشوكي. وسموه سنترال ليش؟ لانه بيحوطوا عظام، في عنا عظام الجمجمة والحبل الشوكي بيغلفوا عظام العمود الفقري. بيطلع منهم كل واحد منهم هدول اللي هم أصفر اللي بنسميهم peripheral nerves. لو كان طالع من الدماغ اللي هن الأصفر هون هنسميه cranial nerves، عددهم 12 زوج. ولو كنا بنحكي عن العمود الفقري بيطلع منه 31 زوج. زوج يعني يمين يسار. تمام، شو وظيفة النيرفس سيستم؟ أنا شو بستفاد منه؟ خلينا نعرف زي ما احنا أخذنا في الكمبيوتر شو هو؟ العمليات اللي هو الدماغ أو الحبل الشوكي هيجي عنه input مدخلات، وراح يطلع الكمبيوتر مخرجات اللي بنشوفها على الشاشة، وبندخل احنا عن طريق الكيبورد أو بندخل عن طريق الماوس. وطبعا كل مخرجات بتطلع تغذية ترجع عكسية على المدخلات، بتعدل عليها بحيث انه تصير عملية العمليات والمخرجات زي ما انا بدي. نطبق هذا الكلام على الجسم. يلا، المدخلات اللي هي الانبوت، فالاحساس اللي انا بحس فيه، والله ايدي مسكت كاسي كانت باردة، كانت ساخنة، شفت بعيني، سمعت صوت، شميت ريحة، كل هدول سنسوري انبوت. والمخرجات هم الاوتبوت، الموتور انه اتحرك، نبض قلبي يزيد، الغدة تزيد من افرازاتها، كل هدول بيعتبروا اوتبوت. والعمليات اللي هو بنسميهم الديسيجن، انه انا اقرر، او البادي ريسبونس سواء كانت اشي واعي او لا واعي. فصفة الفانكشن بكل بساطة هيك احنا فهمناهم فهم، وهسا نرتب النقاط ترتيب. فاول وظيفة اللي هي receive السنسوري انبوت، make a decision، و coordinate and control body function، واخر اشي اللي هو اعطاء البادي ريسبونس اللي احنا بنشوفها في النهاية. تمام، نيجي هسا كل نسيج، كل جهاز مكون من نسيج، من اعضاء، وكل عضو مكون من نسيج، وكل نسيج مكون من خلايا. هذا اول محاضرة تيرمينولوجي اخذناها، البادي ستراكتشر. تمام، النيرفس تيشو مكون من شو؟ مجموعة من الخلايا. شكرا، بعرف. شو هم الخلايا؟ في عنا نوعين أساسيات من الخلايا. في عنا الخلايا العصبية، النيورون، العصبونات، وفي عنا الخلايا الداعمة بنسميها الخلايا الدبقية، النيوروغليال سيل. تمام، نيجي نشوف بالمثال. يلا، هذا الخلية العصبية، العصبون، مكونة من رأس الخلية، زوائد شجرية، بعدين محور الخلية العصبية، النهايات العصبية. هذا الخلية العصبية بنسميها نيورون، حواليها نشوف هون الأزرق الفاتح، هاي بنسميها أوليغودندروسايت، بنسميها شوان سيل اللي هي ميلين شيث، الغمد المليني. الغمد المليني هو عبارة عن نوع من أنواع الجليال سيل أو النيوروجليال سيل، الخلايا الداعمة. تمام لهسه؟ حلو، هذا هو الأماكن كل واحدة منهم. نيجي هسه على النيورون. النيورون شو أهميته؟ بكل بساطة أهميته نقل السيال العصبي بس، conduct electrical impulses بس. طيب شو نقل؟ هل اتجاه النقل بيكون باتجاه واحد بنسميه unidirectional؟ طب من وين لوين؟ من الزوائد الشجرية حتى جسم الخلية العصبية للنهايات العصبية، فبنسميه الاتجاه from the cell body toward the axonal terminal. نيجي على مكونات الخلية العصبية، مكونة من زوائد شجرية، شو اسمها في الطب؟ دندرايتس. جسم الخلية العصبية بنسميها سوما أو سيل بادي. وآخر إشي في إن محور الخلية العصبية بنسميه أكزون، نهاية المحور بنسميه أكزونال تيرمينال. تمام، الخلية العصبية عادة بتكون مشبوكة مع خلية عصبية أخرى في منطقة، خلينا نكبرها، في منطقة تسمى منطقة التشابك العصبي. هذا العصب الأول بنسميه أكزونال تيرمينال أو أكزونال بلب، وهي بداية الخلية العصبية الأخرى اللي هي الزوائد الشجرية. المنطقة المحصورة ما بينهم بنسميها شق تشابكي،
المنطقة كاملة هاي المحطوط عليها الدائرة بنسميها منطقة التشابك العصبي، من شو مكونة؟ نهاية المحور الأول، بداية العصب الثاني، وشق تشابكي. الشق التشابكي هو الفراغ الذي يفصل الخليتين عن بعض، الخليتين العصبيتين عن بعض. تمام، ممكن يكون خليتين عصبيتين مع بعض في غيرهم، ممكن يكون عصب رايح لعضلة عشان يؤدي إلى انقباض، ممكن يكون نهاية محور نهاية خلية عصبية شابكة مع عضل مع غدة عشان تسوي إفراز. فهدول الثلاث احتمالات اللي ممكن يكونوا. فمنطقة التشابك العصبي بتربط خلية عصبية مع إما خلية عصبية أخرى زي المثال هذا، إما مع عضلة أو مع غدة. هذا اللي احنا حكيناه. شو أهمية النيورون؟ Conduct electrical impulses. مكون من شو؟ مكون من dendrites اللي هو projection طالع من السيل بادي. السيل بادي يحتوي على النواة ويحتوي على العضيات الخلوية الأخرى. الأكزون اللي هو محور الخلية اللي بيوصل السيالات العصبية لنهايته. شو يعني سينابس؟ منطقة التشابك العصبي، مكان ارتباط الأكزون من الخلية الأولى مع الدندرايتس من الخلية الثانية. تمام. وفي عنا يحتوي السينابس على سينابتيك كليفت اللي هو الفراغ السبيس الجاب ما بين التو نيورونز. طيب، يتم نقل إفراز مواد من الخلية الأولى للخلية الثانية بنسميها ناقل عصبي نيورو ترانسميتر. فالنيورو ترانسميتر عبارة عن chemical substances released from the axon from the first neuron اللي هو from the axonal terminal to stimulate the dendrites من العصب الثاني. نيجي هسه خلصنا من النوع الأول من الخلايا وفصلناه بشكل احترافي، نيجي النوع الثاني، نقول نيوروغليال سيل. نيوروغليال سيل بنسميها support cell، يعني وظيفتها دعامة، يعني بتسوي support، بتوصل النيوتريشن للخلايا العصبية، بتسوي protection من التروما، حماية، بس هيك وظيفتها. هل بتوصل electrical impulses؟ الجواب لا، فهي مش قدرتها توصيل السيالات العصبية، بل إنها بتسوي عزل للelectrical impulses، تفصل الخلايا العصبونات عن بعضها البعض، فبتخلي اتجاه سير السيال العصبي باتجاه واحد، مش انه يروح من خلية لخلية. يعني خليني اشبهها عشان اتأكد انكم كلكم فاهمين. لو عندنا سلك، هذا السلك الاسود خلينا نحكي، لما نفتحه شو هنلاقي؟ في عنده فروعات، واحد احمر وازرق وبني والشغلات زي هاي. نعتبر انه الألوان اللي جوا الأحمر والأزرق والأخضر والبني هدول عبارة عن الخلايا نيوروغليال سيل، والنحاس اللي جوا كل واحد من هدول هو عبارة عن أكزون. أنا لو خليت الأكزونات النحاسات شابكة مع بعض راح يصير في إن التماس كهربائي وينزل القاطع. نفس الإشي اللي بصير، إحنا كل أكزون هنيجي ندرس إن شاء الله لما نروح سنة ثالثة، هنحكي إنه كل أكزون له وظيفة معينة. واحد بنقول حرارة، واحد بنقول برودة، واحد بنقول ألم، واحد بنقول إحساس، واحد بنقول الاهتزازات وغيرها. لو كان في عنا تماس ما بينهم، راح الواحد يمسك كاسة ساخنة يصير يقول أح بارد، لأنه صار في عنا دخول الإشارات مع بعض. فربنا مخلي مواد عازلة ما بينهم اللي هي النيوروغليال سيل، اللي هي كايزوليشن، يعني سم نيوروغليال سيل تحت محاطة في بتكون إشي اسمه ميالين عشان تسوي ايزوليشن. هذه هو الميالين شيت اللي لونه أزرق، هذه أوليغودندروسايت وممكن تكون إشوان سيل. نيجي هسا خلصنا من النسيج كامل، نيجي هسا على المنظومة. السلايد اللي حكيت عنه مهم، حقسمنا الجهاز العصبي إلى Central Nervous System المكون من Brain and Spinal Cord. نيجي هسا على نرتقي في المعلومة ونطلع درجة لفوق. هنحكي إنه Central Nervous System مكون من منطقتين
لما نشوف ناخد مقطع عرضي هنلاقي انه في جزء من العمود الفقري من الحبل الشوكي لونه رمادي وفي جزء لونه ابيض، على عكس الدماغ الجزء الخارجي بيكون رمادي والجزء الداخلي بيكون ابيض. من هون طلع اسم المادة، كلمة مادة يعنيها ماتر، فصار يحكي انه الدماغ مكون من جراي ماتر ومن وايت ماتر. طيب نيجي هسا نحلل الموضوع حبة حبة عشان نفهم من وين جل الوان هدول. شو لون العصب؟ رمادي، خلصنا منه. فالجراي ماتر لون الخلية العصبية الأساسية لونها رمادي، تمام. طب من وين جاء الأبيض؟ حلو، لما نيجي نحكي إنه معظم الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ عبارة عن ميلينيتد نيورون، يعني حواليهم ميلين شيث. الميلين شيث اللي شفناه قبل شوي هو بالصورة هاي بغلف المحور الخلية، صح؟ لما يغلف محور الخلية النيوروغليال سيل اللي بتسوي ميلين لونها أبيض، لأنها فلات فات سيل، خلايا دهنية مسطحة وبتلف حوالين الأكزون زي السويس رول. ففلات فات سيل، شو لون الفات؟ أصفر فاتح، فهو بعطينا لون مشابه للأبيض فسميناها وايت ماتر. فهنتوقع الوايت ماتر شو هنلاقي فيها؟ ميلينيتد نيرف فايبر بين قوسين أكزون، بينما المادة الرمادية راح يكون فيها الأماكن الأجزاء من الخلية العصبية اللي ما بتتغلف بالميلين شيث، اللي هي جسم الخلية العصبية والزوائد الشجرية. فالجراي ماتر شو فيها؟ سيل بادي اند دندرايتس. ولكن الأكزون وين بيروح؟ للوايت ماتر. طب ليش صار لونه أبيض مع أنه جزء من الخلية العصبية؟ لأنه مغلف بطبقة من فلات فات سيل اللي سميناها الميلين شيث. خلصنا من الجراي والوايت ماتر وفهمناهم وصارت أمورنا لذيذة. شو وظيفة السنترال نيرفس سيستم؟ input output، فهو receive the impulses من كل أنحاء الجسم وrespond اعتمادا على الإشارة اللي إجته، سواء كان هذا الresponse voluntary أو involuntary. نيجي هسا على أجزاء central nervous system حبة حبة. نبدأ في البرين وبعد آخر إشي نيجي على spinal cord. البرين يعد the largest organ in the body. في بعض المراجع بتحكي لك the largest organ of the body هو البرين، في بعض الكتب بيحكي لك الليفر. ليش؟ بالحقيقة هو الليفر، لأنه الليفر بيوزن تقريبا 1.5 كيلوغرام، ولو حطينا الدم عليه بيصير 2.5 كيلوغرام، بينما البرين بيشكل حوالي 1.3 كيلوغرام. فبعض الكتب بيحكي لك لا إنه البرين أكثر من الليفر، في بيقول لك لا الليفر أكثر من البرين. مش قضية جدلية. أنا ليش فتحت الموضوع؟ لأنه ممكن إنه نيجي مع قادم من المحاضرات نأخذ محاضرة الدايجستيف ونيجي نحكي عن الليفر إنه أكبر أورجان، إنه ما نفكر إنه لله الاستلادات بتخربط ببعض. لا، في بعض المراجع بتحكي هيك، في بعض المراجع بتحكي هيك، تمام. وظيفته coordinate most of the activity اعتمادا على الانبوت والاوتبوت. مكون من شو؟ البرين معناه دماغ. الدماغ مكون من شغلات كتير، خلينا نبدأ فيهم. هذا كله برين. مكون من شو؟ مكون من سيريبرام المخ، سيريبيلم مخيخ، مكون من برين ستيم جذع الدماغ اللي هو لهانة، ومكون من المنطقة الوسطى بنسميها داينسيفالون الدماغ المتوسط. الداينسيفالون مكون من منطقة الثلمس المهاد ومنطقة ما تحت المهاد اللي بنسميها هايبوثلمس. هذا كلهم أجزاء الدماغ، نبدأ فيهم واحدة واحدة، يلا بينا. السيريبرم المخ the largest and the upper portion of the brain. خلينا بالله أحط الأماكن عشان نكون متفقين. هذا اللون زهري فاتح عبارة عن سيريبرم، فهو جاي فوق وأكبر جزء. اللون أصفر جاي تحت الجزء الخلفي من السيريبرم، هيك قدام وهيك لورا، فهو جاي على نهاية السيريبرم تحته، وتاني أكبر واحد. بعد ذلك الداينسيفالون، الداينسيفالون بنزل من تحتي جذع الدماغ البرين ستيم. البرين ستيم مكون من 3 أجزاء: ميد برين، بونز، ميدلا وبلينجاتا، تمام لهسه؟ حلو. نيجي هسه على السيريبرم the largest and the upper portion حكيناها. شو مسؤول عن شو؟ السيريبرم اللي هو المخ، مكان التفكير بالمخ، الذاكرة بالمخ،
أقدر أميز ما بين الأشخاص، ما بين الأشياء، ما بين الروائح، ما بين من وين؟ من المخ. أعطي حكم من المخ. أسوي سكيلد بروسيجر، يعني أشياء بدها دقة ومرونة، زي الكتابة مثلا. الكتابة ترى بنشوفها إشي سهل، بس لو الواحد يتعمق في الكتابة ترى معجزة. فهاي مين المسؤول عنها؟ السيريبرا. تمام. مكون السيريبرم من سيريبرال كورتكس بين قوسين الجراي ماتر، وهاي فيها طيات بنسمي الطية جايري. أي إليفيتد في البرين بنسميها جايري، والأخدود بنسميه سالكس. جمع السالكس سالكاي، وجمع الجايرس جايري. هاي هي الطية الموجودة في السطح الخارجي من السيريبرم. بنلاقي الارتفاع اللي هو جايرس، والخدود اسمه سالكاي. ما بين كل جايري وجايري في عنا سالكاي، وما بين اثنين سالكاي في عنا واحد جايري. وهيك نيجي هسا، بما انه السيريبرم اكبر جزء من الدماغ بحق لنا انه نفصل فيه شوي. فخلينا نشوف شو اللوبس اوف سيريبرم. اللوب اوف سيريبرم ديفايدد انتو جهة يمين جهة يسار. فمنحكي كرة، نعتبر انه الدماغ او المخ كرة، فهنحكي نص كرة يمين نص كرة يسار. فهنحكي كرة معناها سفير، ونص هيمي، فبنحكي رايت هيمسفير، نص الدماغ او المخ اليمين، ونص المخ اليسار الليفت هيمسفير. الرايت هيمسفير مسؤول عن شو؟ تمييز الاشخاص، تمييز الاشياء، تمييز الروائح، تمييز اي شيء. فبيسوي ريكوجنايزنج. الشغل الثاني ايموشنال كونتنتس، اي شيء مرتبط مع الاحساس تفسيراته بتكون عن طريق الرايت هيمسفير. الليفت هيمسفير اللي هو احنا الشماليين بيكون اذكياء، مسؤول عن شو؟ مسؤول عن الاشياء الرياضيه، البروبلم سولفينج، ميمورايزنج، السبيتش سنتر مركز التكلم، مركز اللانجويج، مركز الإدراك، وهيك شغلات. تمام. هذا هو السيريبرم، مقسم إلى جزء يسار وجزء يمين. الجزء اليسار لو ما نيجي نفصله هنلاقيه كبير، هنقسمه إلى جزء أمامي، جزء خلفي، جزء طرفي وعلوي. نيجي هسا نشوفهم على التالي. كل هيمسفير زي ما احنا حكينا مقسم إلى لوبس. ففي عندنا فرونتال لوبس اللي هو الامامي الجبهي لونه اخضر هنا، هذا كله على بعضه سيريبرم. الجزء اللي من باللون الاخضر هذا فرونتال لوب. الفرونتال لوب جاي لقدام. كلمه فرونت ما ان فرونت، لما نيجي نحكي ان فرونت اوف يعني الى الامام من، فهو هيك سموه فرونتال. مسؤول عن الموتور، مسؤول عن البيرسوناليتي، ومسؤول عن السبيتش. اهم شغله انه الحركة، العمل. تمام. نيجي هسا على البارايتال لوب. البارايتال لوب اللي هو الجداري اللي هو فوق. موست سوبيريور لوب مسؤول عن السنسوري انبوت. انا لما اجي احس في شغلة، احلل الشغلة، وين بفسرها؟ بفسرها بالبارايتال لوب. نيجي هسا على الثالث اللي هو اوكسوبيتال لوب. الاوكسوبيتال لوب اللي هو الخلفي اللي هو هنا جاي لورا، هنا قدام هذا الفرونتال لوب، هنا البارايتال لوب، اخر جزء من السيريبرم اللي هو الاوكسيبيتال لوب. مسؤول عن شو؟ مسؤول عن الفيجن، وهو الموست بوستيريور لوب. بوستيريور يعني خلفي. اخر واحد اللي هو تيمبورال لوب اللي هو الجانبي، جاي على اللاترال سايد. اللاترال يعني بعيدا عن محور الجسم، سواء كان على الجهه اليمين او الجهه اليسار. مسؤول عن السمع، مسؤول عن تمييز الروائح. نيجي هسا نربطهم عشان ما ننساهم. الواحد لما بده يشوف، شو العضو اللي بيشوف منه؟ العين. العين كيف شكلها؟ او فاوكسوبت، هاي ربطناها. الدنين جايات وين؟ جايات على الجنب. معنى ذلك المسؤول عن السمع اللي هو التيمبورال لوب الجاي على الجنب على اللاترال سايد. خلصنا. نيجي هسا بدنا نعتبر انه الشخص متهور، فكأننا قاعدين نحكي انه بتكون ردة فعله قبل ما يفهم، صح؟ فردة الفعل معنى ذلك انه اكشن سوى. فالفرونتال انه جاي قدام، فهو سوى قدام اللي هو الاكشن، وبعدين فهم صارت لورا اللي هي بارايتال اللي هي جاي لورا. اتفقنا؟
هيك ربطناهم عشان ما ننساهم. نيجي هسه على الداينسفالون. الداينسفالون وين جاي؟ بلو ذا سيريبرام، جاي بلو ذا سيريبرام بالمنطقة الخلفية من السيريبرام. مكون من شغلتين أساسيات اللي هي منطقة المهاد ثالاموس ومنطقة ما تحت المهاد الهايبو ثالاموس. الهايبو الثالاموس مسؤول عن شو؟ بيسوي منطقة اللي هو هعتبرها السكرتير تبع السيريبرام. أي إشي بده يروح للبرايتال لوب أوف ذا سيريبرام اللي هو منطقة السنسوري إنبوت للمخ بده يمر بالسكرتير. السكرتير هو الثالاموس، فأي شغلة بدها تروح للسيريبرام كسنسوري عشان نفسرها بدها تمر أول إشي من وين؟ من الثالاموس. بتسوي هناك كونكشن، محطة التقاء عشان تربط الخلايا العصبية ببعض عشان تروح للمدير اللي هو السيريبرام. كل الإحساسات بمروا من الثالاموس ما عدا الشم. الأولفكشن ما بمرش من الثالاموس، الواسطة بروح للمدير مباشرة. الشغلة الثانية control perception of the pain، التحكم في الإحساس في الألم. هل لازم أحس كثير هون ولا أهمل الألم هسا ولا أحسه بدرجة كثير عالية؟ كل هذه وظيفة الثالاموس، هي السكرتير بتوظف الأمور عشان توديه للمدير اللي هو السيريبرام. الهايبوثالاموس مسؤول عن التحكم في درجة حرارة الجسم، التوسع الأوعية الدموية تقلصها عشان الحرارة تضلها بال 37، الأبيتايت الشهية، السليب السكشوال ديزاير الرغبة السكسية والهيك. الشغلة الثانية الهايبوثالاموس بتحكم في الجهاز العصبي التلقائي الأوتونوميك نيرفس سيستم اللي في تاني سلايد قسمناه إلى سيمباثيتك وباراسيمباثيتك. بتحكم في الجهاز القلبي الوعائي كارديوفاسكولار سيستم، إنه زيد نبض القلب قلل نبض القلب، زيد تقلص الأوعية الدموية قلل تقلصها وهيك. بتحكم في الجي آي تراكت اللي هو القناة الهضمية، والله يزيد الهضم قلل الهضم وإفراز الهرمونات. يعني بعبارة أخرى الشغلات اللي أنا ما بتحكم فيها الـ involuntary action مين بتحكم، مين المسؤول عنها؟ الهايبوثالاموس. هاي هي الخضرة اللي هي منطقة الداينسفالون، المنطقة العلوية هاي الهايبوثالاموس، ومن هون لتحت كلها الثالاموس. إيه سوري، هاي الثالاموس وهاي المنطقة اسمها الهايبوثالاموس. نيجي هسه على السيريبيلم. السيريبيلم الجزء الثاني من البرين، بس ثاني أكبر جزء من البرين اللي هو السيريبيلم، جاي بتحت الجزء الخلفي من السيريبيلم. السيريبيلم هيو هذا باللون الأخضر، هذا السيريبيلم كامل، الجزء الخلفي منه تحته هو السيريبيلم. شو وظيفته؟ مسؤول عن الفولنتري بادي موفمنت، مسؤول عن البالانس والإيكوليبريم، التوازن الجسم. نيجي هسا نربط بمعلومات عشان ما تحكوليش توجيهي مختلف عن الجامعة. مستقبلات التوازن موجودة في الأذن الداخلية اللي هي القنوات الهلالية الأذن الداخلية يعني، ولكن تفسير انه انا متوازن ولا مش متوازن بتكون في السيريبيلما. تمام؟ حلو. البرين ستيم اللي هو جذع الدماغ مكون من شو؟ مكون من ثلاث أجزاء اللي هو ميدي برين، بعد ذلك بونز، وميدلا أوبلينجاتا. خلينا نشوفهم على الصورة. هذا هو من هان لحد النهاية، هذا كله عبارة عن برين ستيم. الجزء اللي باللون الأخضر هو الجزء الأول من برين ستيم اللي هو ميدي برين، فهو بربط الدماغ مع البونز. البونز اللي هو الجزء الثاني من البرين ستيم بربط الميدي برين مع الميدلا أوبلينجاتا، والميدلا أوبلينجاتا بربط البونز من فوقه مع السباينال كورد من تحت. فتحت الميدلا أوبلينجاتا اللي هو آخر جزء من الدماغ، تحته الحبل الشوكي. هذه هي الميدلا أوبلينجاتا. نيجي هسه داخل الدماغ في تجاويف عشان يتقلل من كتلته، وبالتالي ما نحس بالكيلو 300 جرام في راسي وتعبني وأنا ماشي. فربنا مخلي في عندنا برين كافيتيز، او بنسميهم هدول فينتريكلز. نفرق من هسه عشان لما يجي محاضره القلب ما تحكوليش في فينتريكل بالقلب وفي فينتريكل في البرين. فينتريكل في القلب معناه بطين، اتفقنا؟ وفينتريكل في البرين معناه تجويف. طب هتحكولي شو دخل بطين في التجويف في الدماغ؟ احكي لك، هم مصطلح واحد. فينتريكل معناه كافيتي، فالكافيتي الموجود في القلب اللي بيحوش دم عشان يسوي بامبنج له بنسميه بطين، فهو تجويف بالنهاية.
والدماغ فيهم تجويف بس بيحتوي على سائل بنسميه السائل الدماغي اللي حوالين الدماغ والحبل الشوكي، تمام؟ حلو. فالفنتريكلز موجودة في الدماغ عبارة عن كافيتيز بيحتوي على ووتري فلويد. طيب هاي المي وملح شو اسمها؟ يلا بما انه سائل حنسميه فلويد. حوالين الدماغ والحبل الشوكي، شو يعني دماغ؟ سيريبرو، وحبل شوكي معناها سباينال، فسيريبرو سباينال فلويد فسميناه سي اس اف. طيب شو اهميته؟ بروفايد شوك ابزوربر او بروتكشن فور سنترال نيرفس سيستم. تمام، من شو مكون هذا؟ موجود في ان اثنين بكل واحد في كل هيمسفير، لانه في عندنا رايت هيمسفير وليفت هيمسفير، ففي عندنا اثنين، واحد بالرايت وواحد بالليفت. واحد موجود في بنص الثلمس اللي هي ما بين الثلمس اليمين والثلمس اليسار، وفي عندنا واحد موجود قدام المخيخ in front of the cerebellum وورا جذع الدماغ. فكم واحد صفى عندي هسه؟ أربع تجاويف بالدماغ. يلا نسميهم. يلا ال each cerebral hemisphere كل واحد بيكون اسمه lateral ventricle، ففي عندنا right lateral ventricle و left lateral ventricle، وبالثلمس بنسميه third ventricle، وبالسيريبيلم قدامه بنسميه fourth ventricle، وكلهم فتحات على بعض. خلصنا من الدماغ وخلصنا من تقسيماته، نيجي هسا على العمود، على الحبل الشوكي. الحبل الشوكي نهاية الدماغ بتكون بداية الحبل الشوكي، فهو ممتد من نهاية الدماغ اللي هو مضلة أوبلينجاتا اللي هي آخر جزء من البرين، من البرين ستيم، لحد الفقرة الثانية كعظم فL2 vertebrae، vertebral bone خلينا عشان نكون دقيقين. تمام، كم عدد الفيرتبرال كولوم كعظم؟ 33 عظمة، اتفقنا؟ فلما نيجي نعد بنحكي الفقرة العنقية رقم 1 C1، الفقرة العنقية الثانية C2، عبين ما نوصل للساكرال بون اللي هي رقمها 33، الكوكسيجل رقمها 33 اللي هي العصعوص. تمام؟ داخل فقرات العمود الفقري كعظم جوا قناة، هذه القناة فيها جزء مهم من الجهاز العصبي بنسميه الحبل الشوكي، فصفت الحبل الشوكي جاي جوا قناة جوا عظم. تمام لهسه؟ هذا الستركشر بنسميه سباينال كورد. كم عدد السباينال كورد ولا خليها لقدام بحكيها. جوا السباينال كورد في عندنا سنترال كانال بيمشي فيها السي اس اف، وحوالين السباينال كورد في عندنا سي اس اف، فالسي اس اف بروتكت السباينال كورد لانه بيغلفها من الخارج كمان. هذا مكون من مايت وايت ماتر اللي هو الجزء الخارجي، والجزء الداخلي اللي هو الجراي ماتر. على عكس الدماغ حكينا المادة الرمادية برا والمادة البيضاء جوا، وعرفنا شو ليش سموها وايت وليش سموها جراي. بما انه بنحكي احنا عن وايت ماتر فاحنا قاعدين نحكي عن اكزون، فالاكزون ممكن احنا نودي اشارة للدماغ فبنسميها اسندنج تراكت فالسنسوري، فهي طالعة فاسندنج، او انه اشارة داخل طالعة من الدماغ وبدها تنزل عن طريق الحبل الشوكي تروح للعضلات تقولها انقبضي عشان تحركي حركة معينة. فبما انها نازلة عن طريق الحبل الشوكي بنسميها descending track، بما انها نازلة من الدماغ رايحة عشان تسوي action فبنسميها motor tracts. فكلمة tract معناها مجموعة من الأكزونز داخل السينس، على عكس النيرف هنجيها كمان شوي هنحكي انها مجموعة من الأكزونز خارج السينس. عدد العظم 33، خليها هاي في بالنا. نيجي هسه زي ما احنا عرفنا في المحاضرة السابقة اللي اخذنا فيها الـ respiratory، عرفنا انه حوالين اللنج في كيس بيحميها سميناه بلورا، حوالين الدماغ في طبقة من السحايا. السحايا ترى مش مرض، لانه كل سنة لما كنت انا زمان بالسنوات السابقة كنت اشرح للطلاب بالبرايفت وهيك، كانوا يحكوا لي دكتور طب مش السحايا مرض؟ لا هو مش مرض، التهاب السحايا صار مرض، بس من انجيز لحالها لا، استراكشر شيء طبيعي موجود في حوالين الدماغ عشان يحمي، والحبل الشوكي طبعا. فهو بروتكتيف ميمبرينز بتغلف كل السي ان اس، يعني هي حوالين الدماغ والحبل الشوكي، ومكونه من 3 اومز،
أم القاسية، الأم العنكبوتية، والأم الحنونة، زي ما احنا بنعرفهم بالعربي. نيجي هسه نحولهم للطب. الأم القاسية بنسميها ديورا ماتر، الأم العنكبوتية بنسميها أراكانويد ماتر. كلمة أراكانويد إجت في الامتحان شو معناها؟ معناها سبايدر لايك، زي العنكبوت، ليه سموها الأم العنكبوتية بالعربي. الحنونة بنسموها بيا ماتر. نيجي هسه وين أماكنهم؟ هذا الدماغ، هاي الجايري وهاي السلكاي، هاي العظمة اللي هي عظمة الجمجمة. يلا نيجي نحط الطبقات. بتكون في طبقة ملزقة على الجايري والسلكاي تبعت السطح الخارجي من الدماغ بنسميها بياماتر، فهيك سموها حنونة لأنها حاضنة الدماغ. وفي عنا طبقة بتكون ملزقة في العظم بنسميها الأم القاسية لأنها لزقت في العظم القاسي، فبنسميها ديوراماتر. وفي عنا إشي جاي هيك، هدول لونهم بني هيك جاي الشبكة، فنسموها الأم العنكبوتية أراكانويد ماتر. من هون اجت التسميات. فهي الديوراماتر اللي هي قريبة من العظم، في عنا البياماتر قريبة من الدماغ، وما بينهم طبقة بتكون زجزاج هيك زي الشبكة بنسميها أراكانويد ماتر. في عنا طبقة فوق الديوراماتر بنسميها إبيديورال سبيس. في عنا فراغ تحت الديورا بنسميه سبيديورال سبيس. سب معناها تحت، إبي معناها فوق. طيب في طبقة تحت الأراكانويد ماتر بنسميها سب أراكانويد سبيس. وهيك هدول الطبقات اللي احنا بدنا نعرفهم. انا اللي بحط اللي مهم بحط عليه دائرة، اللي مش مطالبين نعرفه بحطش عليه ولا اشي. خلصنا من الجهاز العصبي المركزي، بدها الواحد يتشاهد. نيجي هسه على الجزء الثاني من النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي الطرفي مكون من اعصاب حسب من وين طالعة. لو طالعة من الدماغ شو هنسميها؟ كرينيال نيرف، عددها 12 زوج لانه واحد يمين واحد يسار، والسباينال نيرف عددهم 31 زوج. طيب انتبه، عدد الفقرات كعظم كم؟ 33 عظمة. عدد الأعصاب اللي طالع من العمود من الحبل الشوكي 31 زوج. الكرينيال نيرفز طالع من وين؟ من البرين. السباينال نيرف طالع من السباينال كورد at regular interval. يعني هدول صار انه بالجيب، يعني شو المعلومات البسيطة هاي. نيجي هسه على الكرينيال نيرفز. الكرينيال نيرف نيجي هسه ناخذ الدماغ ونقلبه ونشوفه من تحت، هنلاقي انه من ترتيبهم هم لما رتبوهم من حيث المشاهده، شافوا رقم 1 2 سموا 3 4 يعني من قدام لورا، فهيك صارت الترقيم. فهذا 6 هذا 10 هذا 12 هذا الاكسسوري ال 11 وهيك. نيجي هسه عليهم كاسماء. بما انهم 12 زوج، الكرينيال نيرف 1 2 3 4 5 6 لحد 12 شو اسمه؟ كل واحد له اسم. فالاول مسؤول عن الشم فبنسميه اولفاكتوري، الثاني مسؤول عن الرؤيه بنسميه اوبتيك، الثالث بنسميه اوكيولوموتر، بحرك العين، بحرك العضلات عشان تحريك العين، الرابع بنسميه تروكيلر كمان لتحريك العين، الخامس بنسميه تراجيمينال، السادس بنسميه ابيديوسنت، السابع فيشيال، السابع الثامن فيستيبيولو كوكلير، العاشر فيغاس، العاشر طب التاسع التاسع جلوسوفارينجيال، العاشر فيغاس، ال11 اكسسوري، وال12 هايبوغلوسال. كيف بدنا نحفظهم يا دكتور؟ هذا بكل بساطه السؤال بيجي كرينيال نيرف رقم 3 شو اسمه، او اوكيولوموتر شو اسمه كأرقام، بس هيك بكل بساطة. يعني عشان نحفظهم، كم أنف عندي؟ 1 فبنعطي رقم 1. كم عين؟ 2 فبنعطي رقم 2. التراي جيمينال هذا بحكي عنه اللي هو العصب الكذاب، اسمه تراي، وإحنا بنعرف إنه تراي معناها 3 بس هو رقمه 5. أبيديوسن تاني حرف شو؟ بي، حرف البي بيشبه حرف الستة بالإنجليش، فكرينيال نيرف السادس. الفيستيبولو كوكلير مسؤول عن التوازن والسمع، التوازن والسمع بأي عضو؟ في الذان، الدانتين بعاد عن بعض فبنعتبرهم زي الانفينيتي، الانفينيتي بيشبه رقم 8 فهو كرينيال نيرف 8. آخر بعدين جلوسوفارنجيال، أول حرف منه جي، الجي سمول بيشبه رقم 9 الجي سمول فهو العصب التاسع. هم كانوا مفكرين إنه عدد الأعصاب 11، فآخر واحد بنحكي عنه اكسسوارات فسموه اكسسوري،
بس اكتشفوا انه في واحد 12 فسموه هايبو اجلوسال تحت، هايبو نزلنا لتحت فسميناه 12. بضل عندكم تحفظوا الاوكيلوموتر 3، تروكيلر 4، فيشيال 7، فيجاس 10، والباقي انربط. هذه الربطه اللي انا حكيت لكم عنها، غيرت عليها شوي. هذا السلايد ترى انا شارحه قبل 4 سنين، فكنت بدرس خصوصي للطلاب، كنت فاتح مراكز وخصوصي وهيك، فكنت ادرس الطلاب، فبحب اسوي انيميشن انا لما اشرح في المراكز او بالخصوصي. فتغيرت الروابط مع تغير الزمن. تمام، نيجي هسه على كلمة نيرفز. احنا بنعرف انه البيريفيرال نيرفس سيستم بيطلع منه نيرفز. شو يعني نيرفز؟ هي عبارة عن بندل اوف اكزون، مجموعة من الاكزونات خارج السنترال نيرفس سيستم، بعبارة اخرى بالبيريفيرال نيرفس سيستم، فبتربط الجهاز العصبي المركزي بالاعضاء المختلفة من الجسم. على عكس التراكت، حكينا في الحبل الشوكي حكينا ascending tract و descending tract. فالتراكت عبارة عن bundle of axon داخل CNS، فداخل CNS صار اسمها تراكت، خارج CNS صار اسمها نيرف. النيرف روت هو مكان التقاء النيرف مع CNS، يعني أصل العصب، وكل عصب اسمه على الفقرة اللي هو طالع منها أو لو كنا بنحكي عن كرينيال نيرف بنحكي على حسب الإشي اللي بيسويه. والله مسؤول عن إحساس في الرؤية فبنسميه أوبتيك، بتحريك العين تروكيلر أو أوكيلوموتر أو أبيديوسنت. نيجي هسا على أقسام البيريفرال نيرفس سيستم. والله البيريفرال نيرفس سيستم مقسم إلى سوماتيك نيرف اللي هو لو كنا فولنتري موفمنت، ولو كنا بنحكي عن انفولنتري أكشن بنحكي عنه أوتونوميك نيرفس سيستم. السوماتيك نبدأ فيه، مسؤول عن الفولنتري اكشن، كونشس اكشن، إشي الواعي، بيروح يغذي السكن وبروح يغذي السكليتال ماسلز، فهو بيحمل السنسوري انفورميشن من السكن وبروح يودي موتور اكشن على السكليتال ماسل. هدول بنسميهم سوماتيك، فانبوت من السكن واوتبوت بيوديها للسكليتال ماسلز. فلما اجي اشرب شاي مثلا، بهاي الحالة أنا سويت سوماتيك نيرف اللي تحرك، نقل سيال عصبي electrical impulses راح للعضلة اللي أنا بدي أحركها وتحركت في إشي voluntary و conscious. على العكس من autonomic nervous system فهو involuntary unconscious function، فبيزيد أو بيقلل من الactivity of the organs اللي أنا ما بتحكم فيها، زي الأوعية الدموية، زي الأحشاء، زي القلب، الدماغ، سوري الأمعاء، المعدة، أي عضو أنا ما بتحكم فيه مسؤول عنه الأوتونوميك نيرفس سيستم، سواء كانت بزيادة فاعليته أو نقصانها. بما أنه بنحكي عن زيادة فاعلية ونقصان فاعلية، فأنا بحتاج قسمين. فالأوتونوميك نيرفس سيستم مقسم إلى سيمباثيتك وباراسيمباثيتك. السيمباثيتك عشان نحفظهم ونعرف كل إشي بالضبط، مسؤول عن الشغلات اللي بتصير وانا خايف. واحد بيلحقه كلب، شو بيصير بالقلب؟ بيزيد نبضه. البؤبؤ بتوسع، مدرياسس. شو بيصير بالتنفس؟ بيصير توسع في القصبات الهوائيه عشان اخذ كميه هواء اكثر. شو بيصير في التبول؟ مش وقتنا، ما فيش تبول. شو بيصير في الامعاء؟ مش وقتي اهضم. فهذا بالسيمباثيتك، فبيزيد بعض الأورجان زي الهارت، بيقلل بعض الأورجان زي القنوات الهضمية. الباراسيمباثيتك على عكسه بيشتغل كاونتر بالانس للسيمباثيتك، فهو بيشتغل لما الواحد يرتاح. لما الواحد يرتاح وبده يحضر فيلم بيقلل ضغط دمه، أو بده يحضر محاضرة مثلا بيقلل ضغط دمه، بيقلل نبض القلب، بيشتغل الهضم عنده، يعني مرتاح. يعني زي محاضراتي مثلا. فهذا هو. خلصنا هيك من الانترودكشنز، نيجي هسا على المصطلحات اللي لها علاقة في الجهاز العصبي. سيفالو معناها راس، زي انسيفالو. سيفالو معناها راس، انسيفالو معناها برين، سيريبرو معناها سيريبرم، جليو معناها جلو، شيء ربط زي الجليال سيل، الخلايا الدبقية، الخلايا الداعمة، مانينجيو يعني
السحايا منينجيز، مييلو معناها سباينال كورد، ولما نيجي ان شاء الله على محاضرات السكيتال مسل راح نيجي نحكي انه المييلو معناها بون مارو، نخاع العظم. فمييلو لها معنيين، اما حبل شوكي او نخاع عظم حسب الجمله اللي بنستخدمها. فيزو معناها حديد تكلم، بونتو معناها بونتاين او البونز اللي هو الجزء الاوسط من الميدب من البرين ستيم، ثلامو معناها ثلمس اللي هي سكرتير السيريبرام، فينتريكيولو معناها فينتريكل معناها تجويف، سيريبيلو معناها سيريبيلم مخيخ، انسفالو حكيناها، ميدلو معناها ميدلا، منينجيو اللي هي منينجو اما بنحط اي او بدون اي، انيورو معناها عصب، بوليو معناها رمادي. احنا اخذنا في المحاضره الاولى تبعت الترمينولوجي الوان، خلينا ناخذهم تجميع هسه. لون الاحمر معناه اريثرو، اخذنا الازرق معناها سيانو، اخذنا الرمادي هي هون بوليو، واخذنا اللون الاسود معناه ميلانو، والابيض معناه ليكو. فهدول الخمس الوان هم المطالبين فيها انتم بكل حياتكم الطبيه، رمادي ابيض اسود واحمر وازرق. في ريديكيولو معناه الجذر تبع العصب اللي هو مكان ارتباط العصب الطرفي مع العمود مع الحبل الشوكي. ثيكو معناها الشيث الجزء من المينينجيز اللي هو البيا ماتر مع الاركانويد ماتر. نيجي هسه على المصطلحات الطبيه بتيجي از سافكس يعني نهايه الكلمه، زي الجيا معناها الم، زي الجيا بتيجي كمان دينيا كمان از الم، باريسز معناها ضعف ويكنس، بليجيا معناها شلل الضعف اللي هي مرحلة بتكون انه الطرف ما بيشتغل بالكفاءة اللي كان يشتغل عليها، بينما بليجيا بطل يشتغل بالمرة. استيزيا معناها احساس، فيزيا معناها سبيتش، ولو كانت as a medical word بنسميها فيزو، وبنحكي عن مصل كوردينيت تاكسيا اللي هو المصل تون. ناخذ مصطلحات طبيه ندخل فيها الكلمات اللي عرفناهم، زي سيفالنجيا سيفالجيا، كلمه سيفالو معناها مخ او راس هيد، والجيا معناها الم، فالم في الراس يعني هيدك، فبدل ما احكي هيدك بدي اتفلسف على الناس بحكي معك سيفالجيا، فهو بفكر انه معاه شيء بده يموته بس هو معاه صداع بالنهايه. سيريبيلر يعني يعود الى المخيخ، سيريبيلايتس التهاب المخيخ، سيريبرال يعود إلى المخ، سيريبرو سباينال يعود إلى المخ والحبل الشوكي. نيجي هسا إلكترو انسفالوغرافي أو انسفالوغرام، كلمة جرام ريكورد تسجيل، إلكترو كهرباء، انسفالو معناها دماغ، فتسجيل كهرباء الدماغ اللي هي اختصارها EEG إجت في الامتحان مرة، وإجت تبعت القلب EKG هنجيها إن شاء الله لما نيجي نشرح محاضرات القلب. فريكوردينج اوف ذا برين الكتريسيتي بنسميها الكترو انسفالوغرام، التهاب المخ بنسميه انسفالايتس، لو كان عندنا ورم داخل الطبقات السحايا اللي بتغلف الدماغ والحبل الشوكي بنسميه مننجيوما، لو كنا بنيجي نحكي شيء متعلق في طبقات السحايا بنحكي مننجيال، لو التهاب السحايا بنحكي مننجايتس. النيورو النيورال يعني يعود إلى الأعصاب، النيورالجيا معناها ألم من الأعصاب، النيوريكتومي إزالة إكسجين أو ريموفال للنيرف، النيورولوجيست أخصائي أعصاب، لوجيست معناها أخصائي، ونيورو أخصائي شو أعصاب، نيوروما أوما معناها ورم، ونيورو معناها شو عصب، فورم في الأعصاب، النيوروباثي معناها مرض، باثي معناها مرض، وين في الأعصاب. النيوروبلاستي كلمة بلاستي يعني جراحة تجميلية لبعض الأعصاب لما يصير فيها قطع جزئي أو كامل احنا بنقربهم مع بعض وبنسوي سيرجيكال ريبير أو سوتشرينج ليلو بنسميها نيوروبلاستي. بولينيورايتس ايتس معناها التهاب، وبولي معناها كثير، ونيورو معناها عصب، فالتهاب عدة أعصاب. النيورو رفي معناها رفي يعني رفاية، كيف لما الواحد بنطلونه ينمزع احنا بنسوي له رفاية يعني بنخيطه نحط له رقعة ايه هيك، فبنخيط الأعصاب بنسوي suturing of the nerve. مايلوغرام كلمة مايلو بما انه بنحكي عن محاضرات جهاز عصبي فبنحكي معناها حبل شوكي.
لو كنا بنحكي عن محاضرات عظام فإحنا بنحكي نخاع عظم، فميلوغرام معناها ريكورد للسباينال كورد، مايلايتس التهاب للسباينال كورد، بينما أوستيومايلايتس صار التهاب العظم ونخاع العظم، فصار معنى مايلو في كلمة أوستيومايلايتس معناها التهاب نخاع العظم، بينما مايلايتس لحالها التهاب الحبل الشوكي. بونتاين كلمة آين INE معناها يعود إلى، وبونت بونت معناها الجسر اللي هو البونز الجزء الأوسط من البرين ستيم. ريديكولايتس آيتس معناها التهاب، ريديكولو يعني نيرف روت، ريديكولوباثي معناها المرض موجود في النيرف روت. ثلاميك آي سي معناها يعود إلى، الثلامس اللي هو السكرتير تبع المخ. انتراثيكال كلمة انترا معناها داخل، على عكس انتر INTER معناها ما بين، فانترا داخل، ثيكل اللي هو المننجيز اللي هي الطبقة ما بين البيا ماتر والأركانويد ماتر، فلما نعطي الدواء انتراثيكالي معنى ذلك انه احنا قاعدين بنحطه في ظهره زي إبرة الظهر مثلا، هي هذه انتراثيكالي بنعطيها. نيجي هسا على الأنستيزيولوجي، علم المختص في دراسة علم التخدير اللي هو البين مانجمنت، النيوروسيرجري اللي هو جراحة الأعصاب. أورا، عشان نفهم كلمة أورا لازم نعرف شو يعني سيجر، عشان نعرف شو يعني سيجر لازم نعرف شو يعني كونفولجن. نبدأ فيهم واحدة واحدة. كلمة كونفولجن معناها التشنج، فصارت عندي involuntary movement من انقباض وارتخاء، انه الجسم بينقبض وبرتخي بينقبض وبرتخي، هاي بنسميها convulsion. تمام، الconvulsion ممكن يكون في عنا مع اعراض اخرى زي تقيؤ، زي انه والله فقد الاحساس، فقد القدرة على الحكي، انه صارت فيها شغلة مؤقتة، هاي بنسميها seizure لو صارت لي مرة واحدة، لو صارت لي أكثر من مرة بنسميها epilepsy، ولو كانت associated مع unconscious فقدان للوعي. تمام لهسه، فخليني هسه أحط المصطلحات نرتبهم. convulsion يعني بس involuntary muscle movement، سواء كانت انقباض وارتخاء خلصنا منها، لو كان معها أعراض أخرى uncontrollable symptoms بنسميها seizure لو كانت لمرة واحدة، لو كانت أكثر من مرة ومعها loss of consciousness بنسميها epilepsy اللي هو مرض الصرع. حلو، هدول الشغلات ممكن المريض نفسه يقول لك والله انا حتجيني حالة التشنج كمان شوي، فبنسميها اورا، فاورا يعني هو حس او عرف انه حتجي النوبة. لو مش عارف انه حتجي الموبة يعني الشغلة unprovoked غير متنبأ فيها بنسميها without aura. فهمناها؟ زي مثلا يصير يشوف الوان والصورة مغبشة، ممكن يحس بصداع، فكل مرض له، كل شخص له أورا خاصة فيه، إنه شغلات بتصير قبل نوبة الكونفولجن. كونشيس معناها الوعي، إنه يكون الواحد واعي للي حواليه، واعي لثلاث شغلات: place, time, person، PPT بنسميهم place و time و person. يعني لما أسأله مين أنا هيحكي للدكتور، لو بسأل مريض إحنا قديش ظهر عصر صبح مساء هيحكي لي مثلا إحنا المساء، بتعرف انت وين مثلا في المستشفى، فهدول لما نسألهم ويكون الأجوبة منطقية بنحكي عنه conscious. unconscious بيكون والله مش قادر، مش واعي للي حواليه ومش قادر يسوي response للستيمولاي اللي أنا بعطيه، مثلا قرصته ما راح يصير في عنا reflux انه ايده تنشد يصير انقباضات او ردة فعل اللي أنا كنت حاطها في بالي. طيب موضوع الكونشيس والانكونشيس ترى موضوع كتير كبير، بس انا حكيته اسبكت منه، جانب منه مش كامل. الكوما معناها اللي هي فقدان الوعي، هي status of profound unconsciousness. convulsion حكيناها اللي هي في عنا strong involuntary muscle contraction ويراها relaxation contraction relaxation. seizure عبارة عن sudden uncontrollable onset of the symptoms زي epileptic seizure. focal seizure معناها انه عندنا نوبه من الاعراض ومن involuntary movement في طرف واحد، اما رجل اما ايد اما هيك، ف only in the one limb or body parts. نيجي هسه على مصطلح او مرض تاني اسمه carpal tunnel syndrome. شو هذا؟
في عندنا في ايدنا ان شاء الله راح ناخذ في محاضره الفصل الثاني ماده اسمها اناتومي، راح ناخذ انه في عصب بغض النظر عن اسمه ميديان نيرف بروح بغذي الايد. هذا لما يصير في عنده كومبريشن، والله الست مثلا بتتعب بتلعب بايدها تنس او بتحفر كوسه، خصوصا الستات اللي بيحفروا كوسه وبيكونوا نصحات، بهاي الحاله بيصير عندهم تضيق في منطقة الرسغ، بحيث انه يصير ضغط على العصب. لما يصير ضغط على العصب بتحس الست في نمنس، في حالة من الخدران، في حالة من هيك تنميل في ايدها. هاي بنسميها كاربال تانل سيندروم، بنسميها pinching or compression of the median nerve، حتى مكتوبة قال بديش احكي اسمه. اوكي، بيكون في عندنا ضغط على الميديان نيرف، العصب اللي بيروح يغذي الايد، اللي هو بيصير في عندنا تنميل في الثلاث اصابع ونص الميديال 3 اند هاف فينجرز اللي بيمر من الكاربال تانل. باراستيزيا معناها حاله الخدران، اللي هو تينجلينج اور بيرنينج سنسيشن ديو تو ابنورمال سنسيشن، بسبب ضغط زي الكاربال تانل سيندروم مثلا. التريمور معناها رجع، فهذا بيكون عباره عن انفولنتري ريبيتيتيف alternative movement، يعني ايده لما نخلي المريض يمد ايده لقدام بتلاقيهم انه بيتحركوا لفوق ولتحت هيك شويه يا دوب، هاي بنسميها الرجة. ديليريوم معناها اللي هي الهذيان، انه بصير في عنده يشوف شغلات او يحكي شغلات او يتذكر شغلات ما صارت، بصير في عنده اختلاط في الافكار confusions، بصير disoriented في اللي حواليه، مش قادر يعرف هو المكان اللي فيه the place the times، و agitation بيكون فيه. الديمنشيا معناها خرف، فبيكون عندنا نقصان، يعني انه فقدان ذاكرة impaired intellectual functions، مثال عليها مرض الالزايمرز. encephalitis حكيناها اللي هي التهاب البرين and spinal cord. المنينجايتس اللي هي عبارة عن التهاب الطبقات السعاية اللي حوالين الدماغ والحبل الشوكي، وخصوصا بتكون سببها بكتيريال انفكشن، ممكن تكون بكتيريال منينجايتس، فيرال منينجايتس، ويعني بس بالعادة بتكون بكتيريال منينجايتس. سينكوب معناها معناها سينكوب يعني سينكوب معناها سينكوب، معناها سينكوب، خليني أجوجلها، مش عارف بصراحة معناها في العربي بالضبط، معناها سينكوب هي إغماء، مش كوما، هي حالة مشابهة للكوما بس بسبب إنه نقصان التروية الدموية للدماغ، فهي temporarily losing of consciousness. كلمة بليجيا معناها شلل، فلما نحكي كوادري بليجيا، كوادري معناها أربعة، زي إحنا بنحكي 1 يعني يوني، 2 يعني باي أو داي، الثلاثة بنحكي تراي، وبنحكي أربعة كوادري. فكوادري بليجيا يعني شلل رباعي، فبتلاقي إنه أطرافه الأربعة الرجلين والإيدين بتلاقيهم فيهم شلل. The paralysis of the trunk leg and the pelvic organs. طبعا في عندنا partial or total paralysis، لو كان partial paralysis بنسميه باريسز، ولكن لو كنا بنحكي عن توتال باراليسز نحكي عنه بليجيا. بيكون في الأبر لمب، وبما انه الأبر لمب في باراليسز، اللور لمب اكيد لازم يصير في باراليسز. شو ممكن يكون سببها؟ ممكن يكون في عنا قطع في الحبل الشوكي ما بين الفقرة العنقية السابعة من الخامسة للسابعة. بلسي معناها فقدان القدرة على التحكم، فهو loss of ability to control movement. hemiparesis، كلمة paresis معناها ضعف، فضعف hemi نص، فضعف في نص الجسم سواء كان نص اليمين أو اليسار. paralysis معناها شلل، فهو إما يكون شلل دائم أو مؤقت، فهو إما temporarily losing of voluntary movement أو permanent loss of voluntary movement. hemiplegia، كلمة plegia يعني شلل، وhemi نص، فبنحكي احنا شلل في النص اليمين او اليسار من الجسم. بارابليجيا، كلمة بارا معناها جار، فاما يكون الرجلتين مع بعض مشلولات، الرجل اليمين مع الرجل اليسار. طيب حسأل سؤال، يا رب تجاوب، لو كنا بنحكي شلل في الابر لمب، بارابليجيا بنحكي عنه ولا لا؟
بالضبط، ما بنقدر نحكي عنه باراكليجيا، لأنه الشلل في الأبر ليمب إجباري رافقه شلل في اللور ليمب، فبنحكي عنه كوادريبليجيا، وحكيناها قبل شوي. هيها اللي هو بالأبر إكستريميتي كوادريبليجيا. طب ما أنت بتحكي أبر، لأنه الأبر مرافق له لور، بينما اللور ممكن يصير لحاله بدون ما يرافقه أبر. ليثارجي حالة من الكسل وحالة من الخمول اللي هي inactivity of lack of response to the normal stimuli. cerebral concussion عبارة عن اللي هي فوق اللي هو هيك صدمة صارت في الدماغ، فقد الوعي أو فقد الوظائف تبعت الدماغ وبعدين يرجع بعد ثواني للوضع الطبيعي، فهو interruption of the brain function بيرافقها عادة loss of function، بس بضل ثواني وبرجع الإنسان زي ما كان. سيفالجيا حكينا هي نفس الهيدك، بيكون في إنه pain لأنه الصداع نوع من أنواع الألم. نيجي هسا على الأمراض. Alzheimer's disease معنى ذلك إنه هو نوع من أنواع الخرف، فالخرف عرفناه إنه dementia، بيصير في عنا disorientation, apathy و loss of memory. أستروسايتوما، كلمة أوما معناها ورم. أسترو سايت، كلمة سايت معناها خلية، وأسترو النجمية شكلها أسترو يعني ستار شيب، فالخلايا النجمية هي نوع من أنواع النيوروغليال سيل. لما نيجي إن شاء الله على سنة تانية أو الفصل الثاني حتى هنيجي ناخد محاضرة اسمها النيرفس تيشو، وحنعرف أنواع النيوروغليال سيل إنهم أربعة من ضمنهم الأستروسايت. فلما يصير في إنه ورم داخل خلايا الأستروسايت هنسميه أستروسايتوما. كلمة أوما معناها benign tumor. في بعض الاستثناءات من هاي القاعدة، كيف المحاضرة تبعت الريسبيراتوري لما أخذنا كلمة itis معناها التهاب ما عدا في كلمتين زي pleurisy ونيمونيا، هدول التهاب ولكن ما بنتهوا في itis. نفس الإشي كلمة أوما معناها ورم حميدي benign tumor ما عدا في بعض المصطلحات زي الأستروسايتوما. أستروسايتوما malignant tumor جاي من الأستروسايت مش بيناين تيومرز، ننتبه لها. برين تيومرز معنى ذلك إنه في عنا ورم، ممكن يكون الورم بيناين وممكن يكون مالجنت. سيريبرال أنيوريزم، كلمة أنيوريزم اللي هو توسع غير طبيعي في الوعاء الدموي بالشريان طبعا مش بالوريد. خلينا نحكي على الوريد. الوريد لو كان فيه توسع غير طبيعي شو بنحكي عنه؟ دوالي، زي دوالي الرجلين. لما يكون توسع غير طبيعي في الشريان بنحكي عنه انيوريزم، فبالون لايك دايليتيشن اوف ذا ارتري. طب سيريبرال في الشرايين تبعت الدماغ، هذا بيؤدي الى حدوث جلطه اللي هي ستروك سي في اي. ستروك هي نفسها السي في اي اللي هي الجلطه الدماغيه القلبيه. سيريبرال كونتوجن هذه بتصيب خصوصا لما الناس يسووا حوادث سير. شو اللي بيصير؟ تصطدم السياره باللي قدامها، الراس بيقدم لقدام وبرجع لورا. مع الحركة هاي ممكن الدماغ يتحرك من مكانه، بالتالي يصطدم بالجمجمة من قدام ويصطدم فيها من وراء، فبصير في عنا بروزينج في البرين بسبب الامباكشنز. هذا ممكن يضله أكثر من 24 ساعة وبيؤدي إلى unconscious. أي إشي، أي منطقة من الدماغ اللي تأثرت بصير الأعراض مرافق لها. ممكن لو منطقة الرؤية أو التحكم في العين، فبنحكي عن unequal pupil. منطقة التقيؤ بيصير في عنا تقيؤ. منطقة المسؤولة عن التوازن بيصير في عنا دوخة dizziness وهيك شغلات. أفيزيا، كلمة فيزيا معناها speech. أفيزيا مش قادر يحكي، معنى ذلك أنه نوع من أنواع صعوبات التعلم بنحكيها أو اللغة، لأن اللغة بتعتمد على شغلتين، تعتمد أنه الواحد يسمع يحلل ويحكي، فممكن مش قادر يحكي فبنحكي عنه أفيزيا. فيرتايجو معناها دوخة، فبيكون شاعر في موفمنت. تمام، اول ما ايش، اول ما يكون، بينما اللايت هيدنس بيكون حاسس في دوخة وهو قاعد. بدي أتأكد لكم والله من شغلة الفيرتايجو واللايت هيدنس، في واحدة وانت قاعد وواحدة لما توقف، والتنتين دوخة. بريفرال انيوريتس، ايتس معناها التهاب في الأعصاب الطرفية.
سكالي فراكتشر معناها كسر في عظم الجمجمة. مالتيبل سكليروسيس معناها مرض بيصيب الأعصاب بحيث إنه الميالين شيث يتحلل، بس وين؟ في الجهاز العصبي المركزي. ننتبه، فبنحكي عن ديجنريشن للميالين شيث حوالين النيرفز اوف ذا سباينال كورد اند برين. ولكن لو كان عندنا نفس التعريف بس ما حكينا في السباينال كورد والبرين، حكينا ان ذا بيريفيرال نيرفز، بهاي الحاله حنطلق عنه جيليان باري سيندروم، صار اسمه شيء ثاني. فالجيليان باري سيندروم بيصيب الميالين شيث ديستركشن في البيريفيرال نيرفس سيستم، مالتيبل سكليروسيس، ديجنراتيف ميالين شيث ان ذا سنترال نيرفس سيستم. السي في اي هي نفسها الستروك، سيربرو فاسكولار اكسيدنت، اللي هي الجلطه، بيكون في عنا موت جزء من الدماغ بسبب انقطاع التروية الدمويه. موت معناها انفاركشن، انفاركشن a part of the brain due to loss of the blood supply. سبب نقصان التروية الدموية بسبب نزيف، فالأوعاء الدموي انقطع فصار يهرب دم، معنى ذلك إنه الدم ما راح يوصل للمنطقة اللي المفروض يوصلها، زي ماسورة مي وصار فيها خزل، فأنت لما تفتح الحنفية ما راح يوصلك المي اللي بدك إياها. نفس الإشي فالخلايا اللي هي أنت بدك تغسل ما راح يوصلك الكمية الكافية من المي، والخلايا ما راح يوصلها كمية دم كافي مع إنه في دم. الثرومبس إنه يصير في خثرة دموية سكرت الوعاء الدموي فصار سد فبطل الدم يقدر يمشي. إمبولس ثرومبس بس تحركت من مكانها، بنسميها إمبولس، فسدت الوعاء الدموي. كومبريشن إنه وعاء دموي فاتح وما فيش أموره زي العسل، بس في كتلة ضغطة على الوعاء الدموي فسكرته، زي ما احنا حكينا بنسميها اسم تاني ستروك. لو ضلت أقل من 24 ساعة بنحكي عنها TIA اللي هو Transient Ischemic Attack، فهي نفسها CVA بس إنه الأعراض ضلتها أقل من 24 ساعة، وفي بعض الكتب بيحكوا لها أقل من 4 ساعات. هتجوها إن شاء الله سنة خامسة هتعرفوا الفروقات واختلافات الكتب. مايجرين اللي هي الشلل النصفي، الصداع النصفي، صداع الشقيقة، الصداع الشقيقة هو نوع من أنواع الصداع، بيكون في عنا سيفير بين، حساسية لللايت بنسميها فوتو سنسيتيفيتي، لايت سنسيتيفيتي، ديزينس، وممكن يصير في شعور بالغثيان انه بده يستفرغ الواحد. ايبيليبسي هاي عرفناها مع الكونفالجن لما اخذنا السيجر، اللي هو عبارة عن سيجر مرافق لها لوس اوف كونشسنس، وممكن تكون سيجر مور ذان وان تايم. ابسنت سيجر، ابسنت معناها عدم العمل، فانه بيكون في عندنا نوبة من السيجر، الفكرة منها انه الواحد يبطل شغل بس ما بصير فيها لا تقلصات ولا انقباضات في العضلات ولا اشي، بس بيوقف. مثلا بيكون بيحكي فجأة بيقطع عن الحكي، بيضلوا 30 ثانية لدقيقة دقيقتين وبعدين بيرجع امر طبيعي. فهذا هيك زي البوز، هذا بنسميه absent seizure او petit mal seizure. انسفالي، كلمة انسفالو معناها دماغ، وآن معناها ما في، يعني ما في دماغ، واحد انولد بدون دماغ، فهو عبارة عن إنه البرين فشل إنه يتكون during fetal development خلال المرحلة الجنينية، وبالتالي ممكن البيبي يموت خلال الحمل أو أول ما ينولد يموت. هيدروسيفاليس، سيفالي معناها دماغ، وهيدرو معناها مي، فبنحكي هيدروسيفلي يعني تجمع كمية كبيرة من السي اس اف او السائل حوالين الدماغ والحبل الشوكي بكمية اكبر من الطبيعي. باركنسون ديزيز اللي هو الشلل الرعاشي، عبارة عن مرض في الدماغ بيمتاز بوجود رعشة، بيصير ضعف في العضلات و سفلين جيت، انه واحد مبعد رجليه عن بعض بيمشي بخطوات صغيرة وهيك شغلات. ري سيندروم هاي عبارة عن مرض مرتبط بالثلاث شغلات، هاي سببها دكتور حمار بس. شو الفكرة منها؟ بيكون عند الطفل، يكون طفل بالأول اتعرض لفيرال انفكشن، عدوى فيروسية، أعطاه الدكتور لعلاجها أسبرين، هاي هي عبارة عن الري سيندروم. شو الفكرة؟ شو اللي بيصير؟ لما الواحد يأخذ أسبرين ويكون في عنا فيرال انفكشن وهو طفل، بيصير في عنا اللي هو سمية للكبد والكبد ما بيشتغل زي الناس، فبيصير في عنا pathology في البرين، فبنسميها hepatic encephalopathy due to what? viral infection associated with take aspirin. وين؟ بالأطفال. اكتبوا جنبيها الدكتور الحمار.
سيريبرال بالسي عبارة عن برين دامج سببه تروما، اوكسجين ديبريفيشن عن الطبيعي خلال مرحلة الولادة، فاللي هو الشلل الدماغي بنسميه بالعربي. بويلوميلايتس معناها التهاب شلل الأطفال، هي معناها اللي هو التهاب الحبل الشوكي أو المادة الرمادية من الحبل الشوكي. سببه فيرال انفكشن، كوكساكي بي فيروس وكوكساكي اي فيروس، هتاخدوه ان شاء الله في محاضرات الميكروبيولوجي السنه الثالثه. بيمتاز انه في عندنا شلل، هو شلل الاطفال، مايل تو مودريت سيفير اور بيرمننت. السباينال كورد انجري اللي هو تروما او ضربه على الحبل الشوكي، ممكن يؤدي الى بيرمننت انجري، انه ينقطع الحبل الشوكي فما نقدر نوصله، وبالتالي عندنا شلل وفقدان بالتحكم في بعض الأجزاء من الأعضاء. سباينا بيفيدا وميلو منينجيوسيل، ومنينجيوسيل هدول مصطلحات بيرتبطوا في، والأنينسفالي حتى بيرتبطوا في النيورال تيوب. خليني أرجع للإمبريو عشان تفهموا السلافي كاملة. خلال التطور الجنيني أول شهر بتكون الجهاز العصبي، بتكون الجهاز العصبي عن طريق أنبوب. أنبوب لما يسكر من فوق وبعديها بيصير له تغيرات بالشكل، بيصير إشي اسمه دماغ. فلو ما سكر ما راح يصير تطور في الدماغ، فما راح يتكون دماغ، فبنسميها انينسفالي. نيجي هسه على الفتحه من تحت. لو الفتحه من تحت ظلتها، لو سكرت راح يتشكل ويطلع منها الاعصاب الطرفيه ويكون الحبل الشوكي. طب لو ظلتها فاتحه ما راح يتشكل ويكون حبل شوكي، وراح يضلها فتحه. فهاي الفتحه راح تكون في العظم، فهنحكي عنها سباينا بيفيدا، فهو ديفكت في جزء من العظم. هي هاي الفقرة لما نشوفها بنلاقيها الفقرة تبعت العمود الفقري كعظم مكونة من فقرة وجواها نفق، زي جواها كنال، ففي هنا بون وفي من وراها عظم. في حالة السباينا بيفيدا بسبب انه ما سكر الحبل الشوكي من تحت، العظم من هون ما بتكون، فبيكون العظم بالعمود الفقري جاي قدام الحبل الشوكي وما فيش وراء في بعض المناطق، وهاي المناطق بيكون حوال عليها شعر، فبنسميها dimpling skin. تمام؟ هاي بنسميها سباينا بيفيدا. لو كان السباينا بيفيدا زي هيك وطلع أخدود بحيث انه السنترال كنال طلعت لبرا، او جزء من طبقة السحايا طلع لبرا، بنسميها سيل، معناها هيرنييشن، فبنسميها منينجيو سيل، لانه صار انه المنينجيز طالع من مكانه، زي هاي الصورة صار. يعني نفس الصورة هاي، طبقة السحايا مش حكينا انها بتغلف الحبل الشوكي والدماغ، هنا الحبل الشوكي لو صار لها بروتروجن لبرا، انتفاخ لبرا، راح نسميها منينجيو سيل. طيب لو طلع كمان انتفاخ لبرا وطلع جزء من الحبل الشوكي، بنسميها مايلو منينجيو سيل. سيل معناها فتاق، يعني الاشي طلع من مكانه الطبيعي. مننجيو يعني طبقة من السحايا، ومعها مايلو اللي هو السباينال كورد. هني هدول اللي احنا حكيناهم. في عنا البلس بالسي اللي هو شلل العصب السابع، بيكون في عنا one side paralysis للفيشل نيرف، سببها التهاب الفيشل نيرف، عادة بيكون سببها viral infection. جيليان باري سيندروم هاي حكيناها احنا لما شرحنا المالتيبل سكليروسس، حكينا بيكون في عنا destruction للميالين شيث بسبب اضطراب في جهاز المناعة خارج العصب السنترال نيرفس سيستم، يعني خارج الدماغ والحبل الشوكي في الأعصاب الطرفية. يعني مايستينيا غريفيس معناها هاي الفكرة فيها كيف، عشان تتخيلوا المريض، بيكون المريض لما يفرش اسنانه مع الريبيتيتيف موفمنت، مع الحركات المتكررة، بتعب. احنا مثلا العين الجفن تبعنا لازم نخلي العين فاتحة، فبتيجي هي إشارات عصبية للجفن أو العضلات اللي بتفتح الجفن بشكل مستمر بشكل لاواعي، معنى ذلك إنه هي repetitive movement، فبتلاقي إنه مع الوقت جفن تبع عينه بينزل لتحت، وهيك شغلات. فأي repetitive movement بيصير عنده ضعف فيها وإنه مش قادر يكملها للنهاية. الشينجلز هو عبارة عن مرض بيمتاز انه فيروس اللي هو هيربس زوستر فيروس
بيروح يدخل جوه عصب من الأعصاب ويكون على المسار اللي بيمشي فيه العصب فقاعات. هاي الفقاعات فيها مي بنسميها بلاستر، وبتكون شديدة الألم فبنسميها painful blaster، بنسميه في العربي الحزام الناري لأنه جاي على مسار العصب زي وخصوصا في منطقة الترانك، وممكن يجي في الفيس، فإنه يسموه الحزام الناري. نيجي هسه على الإبيديورال هيماتوما. كلمة أوما معناها ورم، بس هنا هاي شاذة فبنسميه هيماتوما تجمع دم مش ورم. هذا إبيديورال في السبيس اللي هو فوق الديورامتر، لما أخذنا الطبقات حكينا الثلاث، في حكينا في فراغات، واحد فوق الديورة تحت الديورة وتحت الأركانويد. إبيديورال هيماتوما تجمع بلد فوق الديورال ماتر، سب ديورال تجمع دم تحت الديورامتر. هذه هي الدماغ، هنا البياماتر، هذا اللون أبيض هي الأركانويد، وهاي هي طبقة الديورة. تحت منها وفوق الأراكانويد معنى ذلك هي سبديورال هيماتوما، لو كانت فوق هنا بنحكي عنه إبيديورال هيماتوما، تجمع دم داخل تجويف أو داخل سبيس. شو الفحوصات اللي ممكن نطلبها إلها علاقة في الجهاز العصبي؟ ممكن نطلب تحليل السائل الدماغي واللي بيمشي حوالين الدماغ والحبل الشوكي، بنسميه CSF analysis. شو الفكرة منه؟ بنجيب إبرة بندخلها جوا العمود الفقري، بس بنحطها تحت ال L2. ليش؟ لأنه لما نتذكر أخذنا بأول السلايدات لما شرحنا السبينال كورد حكينا ممتد من من المظلة أوبلينجاتا لحد L2 كعظم. أنا ركزت عليها ليش؟ عشان أشرح هاي النقطة. لما أجي أحط الإبرة تحت ال L2 أنا بضمن إني ما أضرب الحبل الشوكي وبالتالي ما أسوي أي مضاعفات. فلما أسوي هاي بسموها اللي هي خزعة من الحبل الشوكي، بنسمي إشي اسمه لامبر بانكتشر. فالال بي اللي هي لامبر بانكتشر عبارة عن إدخال إبرة داخل اللامبر سبيس اللي هي اللامبر فيرتيبري، الفقرات القطنية من العمود الفقري، وبسحب عينة سي اس اف عشان أسوي لها أناليسز. أناليسز بشوف شو أخبار الخلايا الدم فيها، شو أخبار البروتين، شو أخبار الجلوكوز، هل في بكتيريا ما في، وهل في دم ولا ما في، وهيك شغلات، وشو اللون تبعه. هاي خلصنا من اللابوراتوري تيست. نيجي هسا على الديانوجنوستيك إيمج. ممكن نسوي برين سكان اللي هو عن طريق الأشعة النووية آيزوتوب، بنحقن مادة مشعة بالدم وبتروح للدماغ وبنصور صورة، بنسميها الصورة النووية للدماغ. سيريبرال انجيوغرام، كلمة انجيو يعني وعاء دموي، جرافي يعني تسجيل. فاحنا بنسوي نحقن الأوعية الدموية تبعت الدماغ بصبغة وبنصور صورة أشعة سينية الإكس راي، إكس راي أوف ذا سيريبرال بلاد فيسل، بعد ما نحقنها بشو؟ بداي راديو أوبيك داي، إنها تبين بالصورة ونشوف هل في عندنا انسداد، هل في عندي أبنورماليتي، هل في عندي توسع غير طبيعي وغير شغلات. إيكو كارديوغرام، إيكو إنسيفالوغرام معناها إنه نسوي موجات فوق الصوتية على الدماغ، فبنسوي ultrasound imaging للدماغ. CT scan اللي هو computer tomography scan اللي هي الأشعة الطبقية بنسميها أو الصورة الطبقية. myelography معناها X-ray لمين؟ للحبل الشوكي بعد ما نحقن بصبغة radio opaque dye. بيبينيسكس ريفلكس، هذا فحص احنا بنسويه على الرجل العيان، انه بنجيب اشي زي الاداة تشبه انه تكون حادة شوي، وبنروح على رجل المريض، بنروح من عند الاصبع الكبير وبننزل نزول لتحت، وهاي بنشوف ردة فعل الاصابع، هل رجعوا نزلوا لتحت ولا طلعوا لفوق، هاي بنسميها بيبينيسكي ساين. فبنشوف هل في عنا اختلال في الجهاز العصبي من فوق اللي هو الدماغ والحبل الشوكي ولا بالأعصاب الطرفية. الكتروانسيفالوغرافي اللي هو EEG، بنسوي ريكوردينج للكهرباء تبعت الدماغ. الكترومايوغرافي EMG، بنسوي تسجيل لكهرباء العضلات، هل بوصل الأعصاب العضلات كهرباء كويس انها بتنقبض ولا لا. رومبرغ تيست، هذا الفكرة فيه بنشوف التوازن والبالانس تبعت المريض، شو بنخلي المريض يوقف
يمد إيديه لقدام ويغمض عيونه، هذا بنسميه رومبرغ تيست. لو كان الوضع الطبيعي إنه السيريبيلم بيوزن حاله وما بيصير أي تأرجح في الوقفة تبعته، ولكن لو كان في عنده اختلال في مركز التوازن بيصير يتأرجح لقدام ولورا وبيروح يمين ويسار، هذا بنسميه رومبينج تيست بوزيتيف. فهو فحص بنستخدمه عشان نشوف التوازن. نيرف كوندكشن فيلوسيتي بنشوف سرعة توصيل السيالات العصبية داخل العصب. بنحط نقطة بداية بنحط عليها الكترود، ونقطة نهاية بنحط عليه الكترود تاني، وبنوصل كهرباء. أول ما نشوف نعطي كهرباء بنشوف قديش الفترة الزمنية اللي أخذها كوقت وقديش المسافة بالسنتيمتر، فبنحكي سرعة السيال العصبي في هذا العصب كذا متر لكل ثانية. MRI اللي هو Magnetic Resonance Image اللي هي الصورة مش المقطعية، الماجنتيك ريزونانس اللي هي الأشعة أو صورة مالني على العربي أنا اليوم، معناها بسم الله الرحمن الرحيم الرنين المغناطيسي. رنين مغناطيسي، هاي صورة زي السي تي سكان رنين مغناطيسي، بتكون بتشوف عنا الفلويد السوفت تيشو والبوني ستراكتشرز بدون استخدام اي راديشن بسبب حقل المغناطيسي. بيكون شو السيرجيكال تريتمنت اللي ممكن نستخدمهم في النيرفس سيستم؟ ممكن نسوي سيريبرو سباينال فلويد شانت اللي هو نقل السائل من حوالين الدماغ والحبل الشوكي الى الدورة الدموية. هاي متى بنحتاج لها؟ لما يكون في انسداد في المجرى اللي بيمشي فيه CSF، وبالتالي تجمع كمية سوائل في تجاويف الدماغ والحبل الشوكي بشكل كبير، فبنسوي تحويلة. لامينكتومي، لامينو معناها الجزء من الفقرة كعظم الخلفي، فبنسوي إكتومي يعني إزالة. كرايو سيرجري، كلمة كرايو يعني تبريد، فإحنا قاعدين بنسوي تعريض للجزء اللي بدي أموته للبرودة فبيروح، خصوصا لما يكون إحنا بدنا نتحكم في ألم، بدنا نتحكم في نزيف، بدنا نتحكم في حجم تيومر ورم موجود، فإحنا بنعرضه لبرودة، بيصير في عنا كتلة ثلج حواليه، في كل منطقة إلها قطر لهاي الكتلة الثلجية معينة عشان نيجي نحكي انه والله اشتغلنا كويس. فهي عملية جراحية بالتبريد. ثلاموتومي، كلمة تومي يعني انسجن، يعني احنا بنسوي ديستركشن للثلامس. كرينيوتومي، تومي هنا معناها ستومي، هي يعني من ضمن الشواذ. خلينا نحكي كرينيوتومي معناها اوبينينج، نفتح الجمجمة بس. تريكيوتومي، تراكتومي، تراكتو معناها التراكت اللي هي collection of axon داخل CNS، وتومي معناها incision excision. فهدول الشغلتين الكلمتين كرينيوتومي وتراكتوتومي هدول التنتين شواذ على شغلة استومي. احنا بنعرف في ثلاث مصطلحات لازم نفرقهم، تومي اكتومي وستومي. تومي لحالها يعني انسجن، اكتومي معناها cut او remove او اكسجن، استومي معناها opening. المفروض هنا نحكي انسجن بس هنا حكيناها opening، ونفس الاشي هون التومي حكيناها cut ما حكيناش انها opening انها انسجن، فهدول لازم ننتبه لهم. اخر اشي لو فتحنا خزق بالجمجمة عشان ندخل فيه اداة معينة عشان نقيس ضغط داخل الدماغ أو داخل الجمجمة، هاي الفتحة اللي احنا فتحناها بنسميها تريفينيشن، عشان احنا بنستخدم ديفايس اسمه تريفين بيفتح زي الدريل، هو جاي بيسوي اوبنينج شكلها دائري عشان ندخل الديفايس ونقيس الضغط داخل الدماغ. هيك احنا خلصنا المحاضرة، يا رب تكون لذيذة وكيوت زي العسل. خلصت هيك المحاضرتين شرح. اي سؤال اي استفسار ابعتولي، وبالموفقية وفي امان الله.